بانتي بابلي ايتاي تعوا لهون قربوا لعندي لشوف. ستي وانا بدي كمان. خد حبيبي تكرم. ستي انتي عملتي هدول الشغلات اليوم؟ وين براقيا؟ ايه انا عملتهم اليوم بس من بكره براقيا رح تعملهم. انا قلتها من قبل ورح ارجع عيدها. نحن ما عنا اي حل تاني غير انه نقتل براقيا ونخلص منها. فهموا علي، نحن عنا فرصه اليوم وبس، ما بنعرف شو لسه ممكن يصير معنا. نحن جاي وقت وننفضح. طول ما هي عايشه هي مثل شوكه بحلقنا. فكروا فيها، فكروا شوي، خلونا نقتلها. نيل انا سبق وقلت لك وهلأ رح عيد، اذا بنأذي براقيا رح نوقع كلياتنا بمشكلة. الكل بيعرفوا انها موجودة ببيت العطلة، واذا بتموت يعني ستي رح تشك فينا نحنا، لانه نحنا اكبر اعداء لها واكتر ناس عنا كره لها. ومو بس رح تشك فينا، رح تروح على الشرطة كمان. شو رح تعمل الشرطة؟ انا يلي رح ارتكب الجريمة، وانت بتعرفي منيح قديش الشغل نظيف. على فكرة الشرطة بيقدروا يعتقلوكي بس ما بيقدروا يعاقبوكي. ما رح يعاقبوكي الا اذا لقوا شي دليل، وانا ما رح اعمل هيك. فهمتي؟ اي صح. وانتي انتي بتعرفي انه براقيا سبق وقدرت تهجم علينا وكانت رح تفضحنا. نسيتي كل قصة فحص الابوة؟ ايه بس هالشي ما اثر علينا. الحقيقة انا قلبت القصة عليها. طيب ماشي، انتي انقذتيني، شكرا كتير.